اسلام مجدي، أخصائية نفسية، عمري 28 سنة. كنت موجودة أو مسعفة نفسية كمان ضمن الهلال الأحمر. مصابة حرب منذ 22 نوفمبر الساعة 3 فجرا. توجدت بمستشفى الأقصى، قصف لبيت جيراننا. طبعا كان القصف أثر على المربع كامل، المربع السكني كامل. الحمد لله بفضل يعني هذه إرادة رب العالمين أني أصاب برقبتي، الفقرة الثالثة كسر، وفقرة الرابعة في ظهري في العمود الفقري، وكسر بسيط بس أهان في الصدر. إلي تقريبا 13 يوم أركض في مستشفى الأقصى الطبي بنتظر تحويلة لتركيا. إن شاء الله رب العالمين يكرمني وأستطيع يعني أنه أكمل رحلة علاجي في الخارج. من أكثر الشغلات اللي ألمتني عن جد أنه أنا كمسعفة نفسية كنت بنتظر الهدنة، عشان كان حيكون إلي دور كبير لمخيمات اللجوء والنازحين، حنكون معهم، حنساعدهم، حنقدم لهم خدمات الدعم النفسي وخدمات البي اف اي، حنكون واقفين جنبهم، عشان يعني انت عارفة مش شعبنا عن جد بيعاني وعانى كتير، وهذه الحرب كانت حرب مأساوية، مش بس كموت، كدمار لكل إشي، حتى البنية التحتية والنفسية. فكان يعني أقل ما فيها أنه إحنا كأخصائيين نفسيين أو مسعفين نفسيين نقدر أنه ندعم لو بشكل بسيط أو لأبناء شعبنا حتى ما يصلوش لمرحلة الصدمة فيما بعد. لكن للأسف الحمد لله أصبت قبل الهدنة بيوم، فكنت طول فترة الهدنة أنه أنا من المفترض أنه أنا نازلة، مفروض أنا الآن في عند اللاجئين وعند النازحين، مفروض أنا في مخيمات النزوح، مفروض أنا بقدم خدمات الدعم النفسي، ولكن الحمد لله هذه إرادة رب العالمين إلي. ربنا يشفيني وأقدر أني أكمل مسيرتي، لأن أنا من الناس اللي بحب أقدم الدعم النفسي وبحب أقدم الخدمات الإنسانية بشكل عام لكل أبناء شعبنا. إسلام، يعني بحب أوصل لرسالة للي عم بيسمعونا إنه إسلام وجهها بشوش وعم تبتسم يعني برغم وجعها وألمها، ولكن استقبلتني بابتسامة عريضة جميلة. إسلام، أتمنى إنه ابتسامتك تستمر، ولكن أنت حكيت في نقطة كتير مهمة، وبما أنه تخصصك إحنا بنعرف قديش الدعم النفسي مهم جدا لإلنا جميعا، وقديش آثار العدوان على الجميع، ولكن دائما هذه الآثار بتكون على النساء والأطفال أكثر، وأطفال فلسطين قطاع غزة على وجه الخصوص دائما يدفعون الثمن مضاعف، لأنهم أطفال لا يعيشون حياة كريمة ولا يعيشون حياة البسيطة، يحرمون من أبسط حقوقهم ألا وهي اللعب، ألا وهي التعليم، الأمان، الغذاء. هذه الحرب كما تحدثت قبل قليل هي حرب ليست كأي حرب، وإنما هي حرب طاحنة، نحن نشاهد ونستمع ونتعايش يوميا الألم والوجع على الجميع. قديش مهم الدعم النفسي أثناء الحرب وما بعد الحرب؟ طبعا دعم النفسي هاي احنا بنحكي بتيجي خطوة ثانية، المهم هو الإسعاف النفسي الأولي البي اف اي، احنا بنقدر نتخلص من المشاعر السلبية. شوفي، وجود حرب أمر طارئ، حيكون في ردود أفعال متفاوتة ما بين أطفال ما بين النساء، فبالتالي تدخلنا بشكل سريع للدعم أو للإسعاف النفسي إنه نقلل من هاي المشاعر السلبية والمشاعر القوية للأطفال، بتقلل من إصابة الأطفال بالبي تي اس دي، الصدمة، اضطراب ما بعد الصدمة، لأنه ما بعد الحرب بنلاقي الأطفال بتصير تعاني من تبول لا إرادي، الكوابيس، الصراخ، بعض الأعراض الثانية. فبالتالي تدخلنا السريع للأطفال أو التدخل السريع في هذا الأمر بيكون نجاة للطفل من ما بعد، من اضطرابات ما بعد، فهذا بيكون أمر ضروري. أما الدعم النفسي فهو بيكون في مرحلة تانية اللي هي بتكون تحتاج لجلسات علاجية وبتحتاج لجلسات كتير. دعم النفس للطفل بيخلي الطفل نوعا ما ينسى الأجواء اللي هو دخل فيها، يعني إحنا لا يكاد كل 5 أو 4 دقائق تسمع صوت غارة، إحنا متواجدين بمستشفى وأمام المستشفى في مكان للنازحين، فالأطفال هدول بيشوفوا مناظر جدا بشعة وقوية، يعني أي شخص مش هيقدر يتحمل
تتحملها. فهذا الطفل لما أنت تنتشليه من أمام المستشفى وتبدي تبيني له أنه في حياة، في أمل، في حاجات حلوة، مش بس مصابين وأشلاء ودماء وناس محروقة، هذا الطفل نوعا ما بيبدأ أنه شوية أنه يعني يشعر بالأمان، على الرغم أنه الأمان شبه معدوم حالياً. طب إسلام، كيف عم تدعمي نفسك نفسياً؟ للأمانة أنا بدعم نفسي وبدعم كل اللي حوالي. أول شيء أنه أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره، وأنه رب العالمين اصطفاني لأنه بحبني. هذه أول جملة أنا حكيتها، أنه رب العالمين لما يحب حدا بيبتلي وبيصطفي بنفس الوقت. بدعم نفسي أنه أنا رح أكون أقوى إن شاء الله بإذن الله، يعني هاي حتكون خطوة إلي أني أكون أقوى. دائما بقول انه ان شاء الله يعني الحياه لسه امامنا، اذا رب العالمين يعني كتب لنا الحياه راح يكون لسه قدامي احلام، في قدامي احلام، في قدامي مستقبل، انا بس على له، بس اني اكون دكتوره نفسيه، في لي مجتمع، انا ناس بحاجتي كمان، بحاجه انه انا اساعدهم. فبالتالي انه انا مش بس بنظر انه انا لازم اكون منيحه، كمان اللي حوالي لازم يكونوا مناح. أنا يعني بتمنى لك السلامة والشفاء العاجل. سعيدة جدا إني أنا شفتك بهذا الطاقة والحيوية والإيجابية، وبتمنى لك السلامة يا إسلام.